الإعلاميون الكرام، الرياضيون الكرام، الصديق سعادة الأستاذ عبد المنعم، نعتز بهذه الشراكة وفي هذه المناسبة الطيبة، في هذه البطولة، إنه ليسعدنا ويشرف أبو ظبي الإعلام أن تستغل هذه المناسبة الطيبة التي تعزز رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي حظيت هذه الرياضة بفضله على حضور كبير في دولة الإمارات حتى أضحت أبو ظبي عاصمة مميزة وراقية لهذه الرياضة المعتبرة. وعلى هامش هذه البطولة، فإن المنصة الجديدة التي تطلقها أبو ظبي للإعلام بشراكة مميزة مع الأستاذ عبد المنعم الهاشمي، فإنها منصة متكاملة تريد أن تسلط الضوء على كافة الفعاليات وتعطيها الزخم المعرفي المناسب والزخم الثقافي، وأيضا هي مستغلة في كل ذلك هذا الاهتمام المتنامي في دولة الإمارات والشباب الإماراتيين لهذه الرياضة. إذن على بركة الله تنطلق هذه المنصة التي ستكون فيها برامج وستكون فيها فعاليات تنطلق. وأيضا في هذه المناسبة يسعدنا أن نبارك الأستاذ سعادة عبد المنعم حصوله على الحزام الأسود. أول شيء مشكور أخوي علي على الدعم اللي قدمه أبو ظبي للإعلام. الشراكة مع أبو ظبي الإعلام يمكن من أول يوم انطلقت بطولة الجيجيتسو في الإمارات، أو تم إعلان هذه الرياضة تكون شبه رسمية إلى ما صارت رسمية في الإمارات. أبو ظبي للإعلام صراحة متمثلة في قناة أبو ظبي الرياضية لها دور كبير، مش فقط في الإمارات، طبعا خارج الإمارات تواصلها مع المنصات اللي كانت تقام من قبل اتحاد الإمارات في دول كثيرة، وتواصل القناة بالذات أيضا مع القنوات الأخرى في دول أيضا مختلفة. اليوم الإضافة هذه راح تكون متميزة لنا نحن كاتحاد الإمارات للجوجيتسو، لأن ممارسين هذه الرياضة محليا 140 ألف، غير الناس اللي لعيبة خارج الإمارات. اليوم هدفنا نحن نوصل إلى 300 ألف لاعب، فنعتقد المبادرة المتميزة أبو ظبي الإعلام اللي تقدمها خدمة للاعبين وممارسين ومتابعين هذه الرياضة راح تكون إن شاء الله إضافة متميزة حتى لي أنا شخصيا. يعزز الشكر أو لساني الشكر الأخوة في القناة على كل ما يقدمونه. ما أريد أذكر اسم لأن أمانة ما أقدر أقول مدير القناة أو مدير أبو ظبي الإعلام أو اللي حتى خلف الكاميرا، لأنهم أمانة يسعون جاهدين لتقديم كل ما يقدرونه لهذا المشروع الوطني. فأتمنى من الجميع أن أيضا يساهم في هذه المبادرة ويقدم لنا كل ما هو متميز للارتقاء بهذه الرياضة إلى أبعد ما نطمح. وفي النهاية قبل ننهي، دائما هناك رجل يعجز اللسان عن شكره، هو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، دائما ما يدعم الرياضة محليا وخارجيا. فبكم جميعا نشكر سيدي صاحب السمو على دعمه الدائم ومشكورين كلنا.
نحن نرتي بعد من هذا الشباب اللي علم بالفقاهة والثقافة ولم بهذه الأشياء أن بعد كذلك يصل إلى أشياء أخرى جديدة الآن نجهلها. اليوم احنا في مكان تاريخي بالنسبة لجوجيتسو الإمارات. شوفي الصراحة هنا ما في شيء مستحيل، لكن كل شيء يحتاج لصبر وإيمان. أول حركة اللي خذيناها اللي هي الأرنبار، فسبحان الله ما يتني الحركة لا إرادي وسويت هذا الموقف، ما راح ينساه. المساهمة في بناء جيل قوي، هذه العبارة هي شعار اتحاد الإمارات للجوجيتسو. حياكم الله مشاهدينا الكرام في ثاني يوم من بطولة العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تقام هنا في عاصمة الجوجيتسو أبوظبي. وكما تعودنا من قناة أبوظبي الرياضية بنقل أدق التفاصيل التي تجعل المشاهد في قلب الحدث. اليوم يوم غير، واليوم يوم مختلف. اليوم عندنا فتيات راح يلعبون في رياضة الجوجيتسو، وكذلك اليوم عندنا بنات إماراتيات راح ينافسن في رياضة الجوجيتسو. لمزيد من الكواليس خليكم ويانا. مرحبا بنات، شو اخبارك؟ خير. اسم الكريم؟ سلامة الشمسي. سلامة، سلامة. تلعبين جوجيتسو؟ ايه. كم صار لك تلعبين جوجيتسو؟ هالسنة. هالسنة بس، وش تعلمتي؟ ان الدفاع على النفس. غيره؟ ان يعني ما اخاف واثق من نفسي. اوكي، من نفسك صح؟ تصيرين قويه. ايه. ورياضيه. نعم. اوكي، عندك بطوله هالاسبوع؟ لا اليوم ما عندك بطوله. انا اليوم جايه اشجع صديقاتي. ما شاء الله ما شاء الله. من صديقاتك اللي مشاركه؟ صديقاتي اللي هم شمسة وشمة وبينة. ما شاء الله ما شاء الله، كل التوفيق. اسمك؟ مهرة عيسى. مهرة عيسى، تلعبين جوجيتسو؟ هي. كم صار لك؟ 3 سنوات ونص. وش استفدتي من رياضة الجوجيتسو؟ استفدت المحافظة على الوقت والدفاع عن النفس والثقة بالنفس. زين، كيف بديتي لعبة الجوجيتسو؟ منو شجعت؟ أول شيء بنات عماتي وأمي وأبوي، وإن حفزوني إني أدخل هاي الرياضة وإن أستمتع فيها، وصراحة استمتعت فيها. حبيتيها وايد يعني صح؟ هي. وتشجعين بنات كلهم يلعبون اللعبة؟ هي طبعا. طبعا عندنا اليوم قسم هني، قسم وايد مهم في الرياضة اللي هو أنتي دوبينج، لا للمنشطات. خلونا نتعرف أكثر عن تفاصيل هذا القسم. Hello. Hi. How are you? مرحبا. Good. How are you? Fine. Thank you. How's your day going? كيف يسير اليوم؟ How's the competition going? كيف البطولة إلى عند الآن مثالية؟ أنت تستمتعين بالتأكيد. شاهدت هنا القسم يتحدث عن مكافحة المنشطات. حدثينا أكثر بخصوص هذا الموضوع. بالنسبة لمكافحة المنشطات، نحن هنا نحتي تحت مظلة الاتحاد الدولي، ونحن لدينا وبرعاية الاتحاد الدولي والاتحاد الإماراتي للجوجيتسو. وبالنسبة لنا نحن تحت المادة 18 وخاصة تحت مظلة وكالة وادا، وبحيث أنه يزيد من عملية التوعية الشيء الذي يتعلق بتعاطي المنشطات. وخاصة قمنا بعمل الكثير من المحاضرات في رأس الخيمة وهنا في ودبي، وهنا أيضا بحيث ندعم كل الرياضيين وكل الرياضيين الذين يشاركون
يشاركون اليوم بحيث نعطي وعي لكل هؤلاء الرياضيين في عملية تناول أي شيء بحيث لا يقعون في النشاطات وكل شيء المهم، وهي القائمة الممنوعة بالنسبة خاصة بالنسبة لبعض المكونات وأيضا المقادير التي تحتوي على أشياء ربما تكون ممنوعة في خاصة في مثل هذه البطولات. هذا هو الهدف الذي نعمل عليه في هذه المرحلة، خاصة توعية الرياضيين بحيث أن يكون لديهم أكثر معرفة بالحالات الجانبية ولماذا لا نتناول المنشطات، وهذا هو الهدف الذي نعمل عليه. هناك الكثير من الرياضيين خاصة في الرياضة يأخذون من بعض المنشطات والأدوية، ربما ما هي الآثار الجانبية في النسبة لهذا العمل. نتحدث أيضا عن عملية خطورة المنشطات لأن تأثير لها تأثير كبير بالنسبة للهرمونات في الجسم وأيضا كثير على أعضاء الجسم. دعنا نقول بالتأكيد سيكون هناك أعراض جانبية، أعراض جانبية خاصة عندما تم تناولها لمدة طويلة، وأيضا خاصة للسكتة القلبية، وهنا أيضا وربما ستكون هناك أيضا بعض المشاكل في الدم، وأيضا بالتأكيد عملية فقد الطاقات، وهناك أيضا ربما الحساسية التي تؤثر على الكبد، وهناك الكثير من الأعراض الجانبية. خلونا نشوف تفاصيل أكثر مع ليلى عن المنشطات. ليلى، so can you tell me more؟ حدثينا أكثر عن القائمة الممنوعة وخاصة المعلومات التي توجد لديكم. بالنسبة للقائمة المحظورة بالنسبة لمعايير وكالة وادا بمكافحة المنشطات، هذه القائمة المحظورة تأتي وتتم تحديثها سنويا. هذه من تبدأ من يوم 1 يناير إلى عند نهاية شهر ديسمبر في السنة، وهنا تعطي كل الأشياء المحظورة سواء كانت داخل البطولة أثناء وقت البطولة أو قبل البطولة. أعتقد قبل البطولة هناك 7 مكونات هرمون والكثير من المقادير وأيضا الكثير من الأشياء التي تكون محظورة هنا. هنا نشاهد الكثير من بعض الأنابيب. هنا نستطيع أن نفتح هذا الصندوق. هذا الصندوق لعملية عملية مراقبة المنشطات. عندما لدي الرياضي يستطيع أن يختار 3 صناديق مختلفة. هنا الرياضي يفتح الصندوق بنفسه، وهنا يشاهد هناك الرمز A والرمز B. هنا نعطي الرياضي بالمعلومات الخاصة في المعمل وأن يبعث هذا. هناك ليس هناك اختلاف، هنا تستطيع أن نشاهد وضع كمية من البول هنا، وأيضا بالنسبة هنا في المعمل عندما يقوم بالاختبارات سيعملون على اختبار العينة نفس الشيء، ويعمل عينة من البول، وهنا عندما كانت إيجابية نستطيع أن نقوم اختبار آخر متقدم، لكن في بالنسبة للزوجتين هي نفس العينات. هنا بعدها يتم إرسالها إلى المعمل وتم فحصها من أجل معرفة إن كان هناك تأثير لأدوية ومنشطات. هذا القسم يستفيد منه كثيرا الرياضيين. حديثنا مرة أخرى عن مدى خطورة وتوعية مكافحة المنشطات تحت المادة 7 بالنسبة لوكالة وادا. يجب علينا التوعية وتعليم الرياضيين وخاصة في
عملية مراقبة الرياضيين وكل البرامج التعليمية التي يتحصل عليها الرياضيين. ومهمتنا هنا بأن نجعل الرياضة الجوجيتسو أكثر صحية ونظيفة. وهنا شعارنا هو اللون الأخضر بحيث تكون رياضة الجوجيتسو خالية من المنشطات. وهنا لدينا خطة عمل لمدة سنة، ولكن سنعمل على القيام بهذه الخطة لاستمرارها لمدة سنوات طويلة من خلال البرامج التوعوية. وهنا نقوم بالكثير من النشاطات، هناك محاضرات وبرامج تعليمية وورش عمل والكثير من الأشياء التي بحيث نزيد من توعية اللاعبين وإعطائهم أكثر برامج تعليمية وتوعوية وبخصوص القوائم المحظورة للمنشطات وأيضا عملية العلاج وما هي الآثار الجانبية التي يتأدى منها الرياضيين من خلال تناول المنشطات وبعض الأدوية. هناك لدينا خطة تعليمية وأيضا برنامج تعليمي عذرا. وهناك بالنسبة للخطة التعليمية تستهدف الرياضيين، تستهدف أيضا الشبان والكثير من الاتحادات الوطنية وأيضا الرياضيين الوطنيين في مستوى عالي. هنا الجوجيتسو من أكبر البطولات هنا في أبو ظبي وفي العالم بأسره بالتحديد. ما هي رسالتك بالنسبة للعالم؟ في البداية أود أن أشكر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، خاصة ما يقوم به في الجوجيتسو ومدى تطويره وفي أعلى مستويات. ونحن نعمل على أن تكون رياضة الجوجيتسو أكثر نظافة. بالفعل أنا شاكرة جدا لسمو الشيخ وأيضا وإلى سعادة السيد عبد المنعم الهاشمي على مساعدته وأيضا دعمي في هذا المجال. وكل الرياضيين أود أن أقول لهم كونوا نظيفين بدون أي منشطات. شكرا. مرحبا، استطيع ان اخذ من وقتكم قليلا؟ حدثنا، ماذا تفعلون هنا اليوم؟ إنها منافسه، انا هنا ارافقها ونحن من متطوعات ومتطوعان في كل المنافسات بالنسبه لمستوى المدارس ومستوى ايضا النوادي وايضا وفي كل البطولات. انه شيء رائع. كيف تشاهدين الاطفال اليوم؟ الأطفال بالفعل كانوا رائعين اليوم. بالنسبة هنا لديهم ثقة كبيرة ولدينا أيضا أمل كبير بالنسبة لهذا الجيل. عندما جئت إلى هنا أشاهد هذم الأطفال، هذا شيء رائع، وكيفية سلوكهم وكيفية يؤدون، إنهم أطفال رائعين. إنه يمكن أن أتعرف عليهم؟ مريم فوزي، شو تسوين هنا أنت اليوم؟ ألعب. أشوفك ما شاء الله لابسة جوجيتسو، عندك بطولة أكيد. هي. بالتوفيق بالتوفيق. جاهزة؟ بس هي. كم صار لك تلعبين اللعبة؟ تسع شهور. وش المهارات اللي اكتسبتيها في اللعبة؟ الثقة بالنفس والدفاع النفسي. وهي شو تنصحين لبنات اليوم للعبة الجوجيتسو؟ ينتبهون، يعني ينتبهون وشي، يعني يركزون في اللعبة. خلاك انت تدخلين اللعبة؟ حبيتيها من صغرك ولا شفتي ربيعاتك ولا اهلك؟ ربيعاتي. هي ومتى بديتي؟ قلتي لي من 9 شهور صح؟ مريم كل التوفيق ان شاء الله. الله يوفقك. نتعرف عليك. عايشة محمد. حيا الله بعواش. عواش خبريني، اليوم عندك بطولة؟ هي. مستعدة للبطولة؟ ان شاء الله. 100%؟ هي. كم صار لك تتمرنين البطولة؟ سنة. شو المهارات اكتسبتيها؟ الثقة بالنفس. اطمح حق الاعلى، انا ما اوقف عن حلمي. كيف بديتي في اللعبه؟ من المدرسه. من اي سنه؟ 2018. السلام عليكم بنات. عليكم السلام. بتعرف على الاسم؟ امنه. ما شاء الله تشوفكم انتم الثلاثه كلكم لابسين بنفسجي، من اي نادي؟ نادي العين. جايين حق البطوله اليوم صح؟ هي. مشاركات في البطوله؟ هي نعم. مستعدات؟ هي. كم صار لكم تلعبون اللعبه؟ 4 سنوات. 4 سنوات ما شاء الله. شو اكتسبتوا من المهارات خبروني؟ ثقة في النفس، القوة، وايد اشياء. هل تنصحون البنات اليوم يلعبون لعبة الجوجيتسو؟ هي لازم ننصحهم. كل التوفيق ان شاء الله. طبعا اليوم عندنا بنات اماراتيات مشاركات في البطولة، فخلونا نتعرف عليهم. اسمك؟ انا اسمي شيرينا.
شيرين ما شاء الله ما شاء الله، تشوفك جاهزة البطولة اليوم؟ أكيد جاهزة، دام إن جيت بطولة العالم أنا هني جالسة أرفع علم دولتي، فأكيد إن شاء الله بحاول ألعب زين عشان أرفع اسم دولتي الإمارات. هاي أول بطولة لك؟ لا لا، أنا من 6 سنوات تلعب وهاي البطولة السادسة لي. كل التوفيق إن شاء الله. عندي سؤال شيرين، عند اللاعب الجوجيتسو هل التكنيك أحسن ولا القوة؟ شو الأفضل؟ أنا بالنسبة لي هم الاثنين مع بعض يلعبون دور، لكن يوم يكون التكنيك يكون الوضع أحسن أكثر. نتعرف على اسمك؟ اليازية. اليازية، تشوفك بعد نفس ما شاء الله أنت جاهزة يعني للبطولة، كم صار لك تتجهزين للبطولة؟ صار لي تقريبا حوالي كذا شهر، يعني شهرين 3 أشهر. للبطولة العالمية بعد مهمة وايد ما شاء الله. وهاي أول بطولة لك؟ لا، ألعب من 4 سنوات. 4 سنوات اليازية. إنزين، بس حابة أعرف الدايت، هل عندكم دايت معين تطبقونه، يعني أكلات معينة؟ أنا حسب يعني إذا كان وزني أشوفه زايد والبطولة قربت، يعني أخذ دايت يكون قوي يعني صارم عشاني، فأما الباقي صراحة ما أعرف، بس أنا هاللي أتبع يعني، بس إن على الوجبات لا ما أضف في وجبات. شو عندك أنت، التكنيك ولا القوة؟ شو الأفضل؟ التكنيك بعدين القوة. بعدين القوة صح؟ إيه. طيب ليش؟ قد طبقتي التكنيك في التمرين؟ شوفي، أنا دائما أعتمد على القوة ومش دائما أفوز بسبب القوة، لا، أنا اكتشفت آخر فترة أن التكنيك أهم من القوة، فهمتي؟ عسبت شي الحين التكنيك، يعني التكنيك أهم يعني. طبعاً نشوف هالقسم يوزعون أعلام إماراتية على الجماهير واللاعبة، وبعد عندهم استكارات فيها مختلف الأعلام الدول، علم الإماراتي والبرازيلي باقي أنحاء العالم. Hello there. Hi. مرحباً. Hi. Do you speak Arabic English? I do speak Arabic and English. هل تتحدثين العربية أو الإنجليزية؟ So can you tell me about this section? هل تحدثين عن هذا القسم؟ Okay, this section we call it the هذا القسم نقول بأنه لدينا فيه شعارات وأيضا بالونات وأيضا بعض الأوشام لكي يرتديها اللاعبين داخل الملعب أو داخل الصالة. بدأت من الأمس خاصة بالنسبة للفتيان بالأمس، واليوم فتيات كلهم يأتوا إلى هنا يأخذون الأعلام والبالونات كم عدد الملصقات والإعلام. لا أستطيع أن أعطيك رقم محدد، لكن كانت الكثير من هنا. نشاهد أيضا بعض قسم التصوير الفوتوغرافي، هنا الصندوق يتم أخذ الصورة، دعينا نذهب هناك. هنا نشاهد أطفال يأخذون الصور التذكارية، هنا الناس يأتون إلى هنا ويأخذون الصورة بالطريقة التي يحبذونها وأيضا طريقة الإطار التي يتناسب مع النوشي الرائع. كيف تشاهدين المنافسات والبطولة اليوم؟ بأمانة وبصدق لم أذهب إلى الصالة لأنني كنت مشغولة هنا، لكننا والكل كان مشغول والكل كان يأتي إلى هنا بالميدالية ويريد أن يأخذ صورة، خاصة بالأمس عندما كان هناك أطفال صغار، كان شيء لطيف بالنسبة لي. شكرا جزيلا لهذا الوقت. طبعا نحن اليوم في يوم الثاني من بطولة العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مثل ما تعرفون نحن في منطقة الإحماء، بس اليوم عندنا بنات، خلونا نتعرف عليكم. اسمي ميرا، من نادي العين كلب، ألعب بحزام الأصفر، صار لي 4 سنوات، والحمد لله الحين وصلت للبطولة العالمية وأتمنى أخذ المركز الأول إن شاء الله. بالتوفيق. شكرا. شو تنصحين للبنات؟ طبعا أول شيء مدخلين المات لازم يكون لك تركيز، وطبعا ثقة بالنفس، وإن شاء الله تقدرين تفوزين. السلام عليكم. شو تلعبون هني؟ جوجيتسو. جوجيتسو تمرين الإحماء ولا جوجيتسو؟ ها؟ جوجيتسو. جوجيتسو. أوكي خلونا نشوف.
الهايست فزتي صح؟ خبريني شو استعملتي، القوة ولا التكنيك؟ القوة. القوة؟ وشو التكنيك؟ شو كانت؟ أن أنا مخططة يعني من زمان أني أسوي هذه الحركة بعد سويتها. ما شاء الله، كم سنة صارتش تلعبين اللعبة؟ سنة بس؟ تحبينها؟ أيوة. شاركتي في البطولات؟ أيوة. عندك اليوم بطولة؟ بعدك ما خلصتي صح؟ إلا خلاص أنا تباريت. فزتي؟ يلا إن شاء الله تفوزين المرة الجاية، أوكي؟ يلا يعطيكم العافية بناتي. ننتقل. السلام عليكم. نتعرف عليك؟ روضة. اسمك؟ روضة. روضة، روضة، أشوفك أنت ياسة هني مع ربيعاتك، شو تسوون؟ يعني نسولف ونلصق حق الفايت. مستعدة للفايت؟ أي وزن تلعبين؟ 57. 57 ما شاء الله، وكم سنة صارتش تلعبين؟ سنتين. من شجعت على اللعبة؟ يعني العائلة كلها تلعب فأنا أتعلمت منهم. ما شاء الله ما شاء الله، كل التوفيق إن شاء الله روضة. مرحبا بنات. مرحبا. شو أخباركم؟ خير الحمد لله. ما شاء الله أشوفكم جاهزين للبطولة اليوم. وايد جاهزين. كم صار لكم تتدربون لبطولة الجوجيتسو؟ أربع سنين. ما شاء الله ما شاء الله، تنصحوا البنات يدخلون اللعبة؟ وايد أنصحهم، اللعبة يعني حلوة. كيف استفدتوا من اللعبة؟ غيرت وايد من حياتنا، غيرت قوانين حياتنا، خلتنا نركز أكثر على أشياء نحن ما كنا مركزين عليها، يعني عدلت نظمت حياتنا. شو عن نظام التغذية؟ غيرت بعد من نظام التغذية؟ أنا عن نفسي نزلت في سنة 14 كيلو. ما شاء الله. وأنت خبرين هي أكيد. على أي وزن تلعبين؟ 36. ما شاء الله. وهاي لا كم خدتي كم بطولة للحين؟ ما أدري، وايد ألعب من 4 سنوات. مستعدة 100% اليوم؟ أخباركم بنات؟ خبروني أشوفكم جاهزات للبطولة. إيه أكيد. على أي وزن تلعبون؟ 48. ما شاء الله أنتوا اثنين 48. إيه. ما شاء الله ما شاء الله، وكم سنة صار لكم تلعبون في اللعبة؟ أنا 5 سنوات. 5 سنوات؟ 4. إيه. شو استفدتوا من لعبة الجوجيتسو؟ ما أعرف. دفاع عن النفس. غير الدفاع عن النفس. إيه وايد. خلتني أحافظ، بعدين خلتني أحافظ على وزني على جسمي حافظ. هل أنها أثرت في الدراسة ولا لا؟ لا أبداً. شو من ناحية التغذية؟ غيرت من نظام التغذية عندكم؟ قمتوا تأكلون أشياء صحية؟ إيه. خبرونا زي عن أكلاتكم، شو تأكلون؟ أكثر يعني عشان ما تزيدين وزن، نحن ناكل فواكه بشكل عام كل ما نروح التمرين، يعني كل أسبوع ناكل شيء على حسب. مرات سلطة، خضروات، فواكه، عصائر، بس إنه مو بعصائر اللي فيها شكر، العاديات. كيف جدول رقادكم؟ ترقدون من وقت؟ أنا هي عادي يعني جدول رقاد هي أرق داخل مي يعني مي. شو تنصحون بنات اليوم في لعبة الجوجيتسو؟ نصحهم إن يشدون حيلهم وإن بالتوفيق للكل إن شاء الله. كيف بديت أنتوا في لعبة الجوجيتسو؟ كيف بدينا؟ أنا شفت أنا أختي تلعبك بلعبت وراها. أنا أول شيء كنت خايفة، بعدين إخواني شجعوني. شو اسمك؟ مجلة. عندك بطولة اليوم؟ ايه. مستعدة للبطولة؟ اكيد. كم صار لك تدربين في البطولة؟ 3 سنين. ثاني سنة. إذا خبريني شو الأهم في رياضة الجوجيتسو؟ التغذية، التمارين، القوة، النوم، الوقت. خبريني عن جدولك، كيف صرتي، كيف بديتي في لعبة الجوجيتسو؟ أول شيء أنظم جدول غذائي عشان الجسم، وأتمرن بعد المدرسة وفي حصة يعني، ومثلا إذا أبى أتدرب برا المدرسة أروح نادي بس. يعني غيرت حياتك الآن صح؟ صرت رياضية. هي أحلى عن قبل. هلو هاي، can I take an interview with you؟ مرحبا. هلا استطيع ان اكون معك؟ سلام. راشد. انا سلام راشد. من اين؟ العرب اميريتس. انا من الامارات. انت العربي عادي؟ هي عادي.
خبريني سلامة، شو معنوياتك واستعداداتك للبطولة اليوم؟ ما شاء الله متحمسة وفي طاقة زايدة إني أروح اليوم وأضارب عن بنات إن شاء الله. إذا خبريني شو الأهم، القوة أو التكنيك أو الغذاء الصحي؟ أهم شيء تفيد فكرين وما تخافين من الناس، تكون عندك ثقة بالنفس عشان تبين تطبقين التكنيكات اللي تعرفين هنا عشان تقدر تفوزين. شو عن التغذية؟ هل تأثر في الرياضة؟ طبعاً تأثر، بس إذا أهم شيء تعرفين التكنيكات، وإذا كنتي ما حافظة على الغذاء ما راح تقدر تفوزين. من شجعت على الرياضة؟ أهلي، وبعد يعني أهلي صوب أمي وصوب أبوي بعد. كل التوفيق إن شاء الله، الله يوفقك يا رب. أوكي. على اسمك؟ فاطمة سعد. فاطمة اشوفك انت ما شاء الله مستعدة اليوم للبطولة. الحمد لله. شو معنوياتك؟ للعلى ان شاء الله. كم سنة صارت تلعبين اللعبة؟ سنتين. غيرت من حياتك؟ وايد وايد حبيت اللعبة. خبريني كيف كانت حياتك قبل وكيف صارت الحين؟ من ناحية التمارين، من ناحية الأكل، من ناحية الدراسة؟ الحمد لله كل شيء منظم و ناني. كل التوفيق ان شاء الله، كل التوفيق، شد حيلك. اوكي، مرحبا، شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. نتعرف عليك؟ ميثا فرحان الحمادي. حيا الله بميثا. ميثا خبريني على اي وزن تلعبين؟ 40 جري. واليوم اول بطوله لك؟ لا، وايد بطوله دخلتي من صف سادس. صف ثلاث سنوات العب، يعني اكثر من بطوله. كم بطوله اخذتي؟ كل البطولات لعبتها، بس بطولة واحدة ما نافس فيها. يلا كل التوفيق إن شاء الله اليوم، كل التوفيق. إذا مشاهدينا الكرام، نحن الحين متواجدين في منطقة الجماهير ونشوف كثير من المشجعين، فخلونا نأخذ آراءهم اليوم في البطولة. Hello. Hi. عليكم السلام. اخبارك؟ الحمد لله، الله يخليك. الحمد. كيف تشوفين اجواء البطوله اليوم؟ والله ما شاء الله حماسيه وحلوه، ونحن جالسين نستنى لاعبات نادي بنياس ان شاء الله على الساعه 4 بيبتدوا المباريات، فحظ موفق للجميع ان شاء الله. امين. عندكم حد من المشاركين اليوم من العائله، اصدقاء؟ انا مشرفه نادي بنياس للرياضه النسائيه، وعندي البنات اليوم مشاركين حزام ازرق. تقريبا المباريات تبتدي على الساعه 4 ان شاء الله. وش تتوقعين من بناتنا اليوم؟ ان شاء الله يعني نشوف ما شاء الله كل النوادي فيها مستويات حلوه، وان شاء الله اتمنى ان يكون عندنا ابطال عالم يعني بعد شويه ان شاء الله، اخر المساء ان شاء الله. مرحبا اختي، نتعرف عليك؟ هلا، انا عقيده. كيف تشوفين اجواء البطوله اليوم؟ وايد حلوه صراحه. عندك حد تشجعينه اليوم؟ اي عندي بنات اثنين. كم سنه صار لهم يتدربون؟ الحين صار لهم سنتين. شو المهارات اللي اكتسبوها في البطولة؟ اكتسبوا قوة شخصية، سواء عندهم رأي، أشياء كثيرة يعني. سواء صراحة يعني لما ابتدوا يتدربوا على جيجيتسو ما شاء الله يعني سويت لهم شخصية قوية وشي، الحمد لله. مرحبا. عليكم السلام. مرحبا، نتعرف عليك؟ لطيفة سعيد الخيلي. شو تسوين هني؟ جاية أسوي فايت مع يعني سوي فايت وأشجع بنات الإمارات. ما شاء الله ما شاء الله. أنت تلعبين جوجيتسو؟ ألعب جوجيتسو من 5 سنين تقريبا. ما شاء الله. شو المهارات اللي اكتسبتيها؟ وايد مهارات، التسامح منها، الاحترام والانضباط، وايد مهارات. طبعا تعرفين أنت بطولة الجوجيتسو بطولة كبيرة، فكيف تشوفين مشاركة بطولة الجوجيتسو اليوم عندنا في أبوظبي؟ أحسها بطولة يعني كبيرة ويبالها مجهود كبير، ما بأي حد يلعب فيها أحس، ولازم نبذل جهدنا عشان نفوز مركز الأول. قد أخذتي بطولة؟ هي أخذت. ما شاء الله، كم بطولة فزتي؟ عندي 8 ميداليات تقريباً. هي. تنصحين البنات؟ هي أنصحهم يلعبون جوجيتسو، أحس بيستمتعون وتجربة جديدة. Hello, how are you? I'm fine. مرحبا، كيف الحال؟ So I see you got the gold medal here. حصلتي على الميدالية الذهبية، حدثينا عن هذه الميدالية. I was fight
أنا لعبت لم تكن لم يكن نزال سهل لكنني فزت في النهاية وهذه الذهبية الثانية التي تحصلت عليها. أنت هنا تشاهدين تستطيعين أن تعيد السؤال لو سمحتي؟ So how do you find the competitions in Abu Dhabi? كيف وجدت البطولة هنا في أبو ظبي؟ تعجبك؟ نعم أنا تعجبني. أيضا تعجبني أنا أكون هنا في السنة المقبلة. ما هو أكثر شيء يعجبك؟ أحب دائما أن أفوز بالميدالية الذهبية هنا وأحب الفوز. What's your name? My name is Svetlana, I'm Mama. أنا اسمي لانا. How did you get her into the jiu-jitsu? How she started? بدأت منذ أربع سنوات. And it was surprise for us. وأنا بالفعل متفاجئة جدا من مستواها. ولأن تحبها الآن لأنني أنا سعيدة لأن ابنتي للمرة الثانية بطلة العالم وفي العام الماضي كان. أنا أود أشكر المنظمين على هذه البطولة أحب التنظيم والمكان الجميل وأحب أبو ظبي شكرا جزيلا هل تعتقدين بأن الرياضة جيدة بالنسبة للفتيات والنساء أنا جربت أيضا بالنسبة لي أنا أحبها كثيرا أنا كنت مع في الجوجيتسو العام الماضي وحاولت أنا جيدة بالنسبة للنساء إن المرة الأولى لك في أبو ظبي أنا المرة الثانية أنا كنت هنا في السنة الماضية نعم هي فازت في السنة الماضية أيضا المرة الثانية بطلت شكرا جزيلا طبعا عندنا عائلة لبنانية ما شاء الله عليهم مكونين من أب وأم والعيال كلهم داخلين في لعبة الجوجيتسو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة تعرف على اسمك ريان مع سراني شهل ريان ما شاء الله انتم كلكم في لعبة الجوجيتسو كيف دخلتوا كيف حبيتوا اللعبة اول شيء بلش احمد حابين شيء يعطيه ثقة بنفسه اكثر ويدافع عن حاله وسبحان الله بنروح كل يوم معه بنشوفه حبيناه كثير بتعطي ثقة بالنفس وبينبسطوا كثير يعني they're having fun كثير مبسوطين طبعا انا بصراحة يعني وايد فخورة اني اشوف عائلة كلكم تمارسون رياضة الجوجيتسو، هل تشوفين هالشيء فات أو قوى علاقتكم كعائلة؟ جدا جدا لأنه صار يعني أي عائلة لازم يكون عندهم شيء إن كومنت يربطهم مع بعضهم، وهالشيء صرنا شوفوا هيدي شو عملت صرنا نفهم على بعض أكثر، أول شيء ما كنت أفهم عليهم شيء لأنه آخر وحدة أنا التحقت معهم، فصار أشياء كثير حلوة يعني بشجع كل العالم يفوتوا فيه، يعني ما ضروري يفوتوا بطولات بس إنه يتعلموا على القليل البيزك تاعت اللعبة. أنت دخلتي بطولة متى كانت؟ فزتي؟ لا والله إن شاء الله better next المرة الجاية المرة الجاية ولدك صح؟ نتعرف عليك؟ أحمد أحمد خبرني كيف دخلت لعبة الجوجيتسو؟ من وراء الأهل تشجيع من أمك وأبوك؟ إنه وراء من أبويا عشان أقوي نفسي عشان أقوي الثقة في نفسي بدأت لما كان عمري 9 سنين وحبيت الرياضة من أول مرة دخلت على المات حبيتها مرة عشان كنت قاعد أترابط مع أصحابي كنت قاعد أتعرف على ناس كنت قاعد أدافع عن حالي إنه في المدرسة لما يجي الناس يبغوا يتضاربوا معي أدافع عن نفسي والرياضة مرة حلوة أنا بقول لكل الناس لازم تجربوها مرة حلوة كم بطولة فزت فيها؟ فزت بطولتين وخسرت مرة دحين هذه ثالث بطولة ما شاء الله ما شاء الله لا بطولتين خسارة دحين إن شاء الله نفوز بكرة متى بطولتك؟ بكرة كل التوفيق إن شاء الله نتعرف عليك؟ ها؟ نتعرف عليك؟ ايه أنا اسمي هادي بلا أبو دابي جبت سيلفر وكمان بالجدة جبت سيلفر وكمان أبو دبي is like when you go to Abu Dhabi you have to train you have to train how to do أنت أقوى صح؟ فأقدر أتكلم in English so okay I will speak with you in English سأتحدث معك بالإنجليزية so tell me you like jiu-jitsu هل تحب الإنجليزية نعم تحب الرياضة jiu-jitsu نعم years you started to train jiu-jitsu منذ متى بدأت الرياضة jiu-jitsu منذ سنة did you win I won
تبلي بشكل جيد. هي فزت فزتوا بالمركز الثاني. That's very good. هذا شيء رائع. So who do you see the most powerful? Your dad or your من هو الأقوى؟ أبا والدك أو أمك؟ والدي هو الأقوى. هل أستطيع أن تنافس معهم؟ I completed with my mom. أنا دائما أسند أمي. من يفوز؟ My mom. أمي. Your mom won. هل أمك فازت في جدة؟ في المرة القادمة ستتنافس أمك، وربما يجب عليك أن تفوز عليها. يجب علي أن تتدرب بشكل جيد. كان أن تعدني أن تؤدي بشكل جيد. ما هو اسمك؟ ماذا تعمل هنا؟ هلا حعمل كومبيتيشن عن أبو ظبي. حلعب ثلاثة جيمز. إذا ربحت ما حتكون أحسن يوم في العالم لالي. ما تقول إذا ربحت، تقول بربح. أوكي؟ إن شاء الله بربح. I can do this. أوكي؟ شو تقول؟ I can do this. I can do this. I can do this. I will always win. I will always win. مرحبا، نتعرف على اسمك؟ باسم شهال. باسم، ما شاء الله العائلة الكريمة كلكم في جوجيتسو، وهالشيء جدا جميل. خبرني يعني كيف زرعت حب الجوجيتسو في عيالك؟ من نحن وصغار يعني منمارس الرياضة بكل أنواع الرياضة، فالرياضة is already embedded بالفاميلي. بس أنا لما جيت نقلنا على جدة، we were introduced to Arena. Arena was the first jiu-jitsu academy we trained with. فأحمد بدأ، أنا تشجعت بعده، بعدين مالك وهادي، بعدين ريان. فتشجعنا من بعض كلياتنا. هو he's the pioneer. He started first. And did you compete with your wife? We do sparring at home. مع زوجتي. نعم ننافس في البيت. ومن يفوز أكثر؟ على البساط. من يفوز أكثر؟ من يفوز بينكم أكثر؟ ما شاء الله. She's very good. نتعرف على اسمك الكريم؟ عبد الله الحوسني. عبد الله، كيف تشوف الأجواء البطولة اليوم هني؟ والله أجواء جميلة، السنة هذه أحسن عن السنة اللي فاتت، وأشوف أنا كل ما بطولة تي تتطور، يعني البطولات والأجواء حلوة وجماهيرية والفعاليات موجودة الحمد لله رب العالمين. يعني أوكي. هل أنت من متابعين الجوجيتسو؟ تحب الرياضة الجوجيتسو؟ هي نعم، أنا من متابعين جوجيتسو، لأن عندي عيالي يلعبون جوجيتسو، عندي البنية اليوم بتلعب، وعندي ثلاث أولاد، ولد أول يوم لعب ياب فضية، وعندي ولدين بيلعبون يوم الاثنين إن شاء الله. وأنا لاعب كرة قبل والحين هوايتي جوجيتسو لأنه ويا العيال. زين، وعندك بنات في اللعبة ولا لا؟ هي عندي بنتي اليوم بتلعب حزام أزرق، إن شاء الله بتلعب بعد ساعة تقريبا بتلعب إن شاء الله. الله يوفقها ويوفق البنات الجميع. أنت كيف دخلتها في رياضة الجوجيتسو؟ كيف دخلتها في رياضة الجوجيتسو؟ والله طال عمرك أنا كنت مودنهم النادي عسب أنه بلعبهم كرة قدم. من بعد يوم قالوا لي تعال شهر ثمانية عشان تسجلهم في كرة القدم، وانا طالع شفت مكتوب اتحاد الامارات للجوجيتسو، قلت لهم بتلعبون؟ وصرنا عند الكابتن عندهم اللي هو كابتن ابراهيم الحوسني، وصراحه استقبلنا وشجعهم، وبنفس اليوم دخلهم يعني الحمد لله رب العالمين. الحين ما شاء الله عليهم ابطال وميداليات كلها ذهبيه الحمد لله رب العالمين. هل شفت في تغيير في مهاراتهم؟ والله شوفي، تغيير في مهاراتهم، في عقل الياهل، في جسمه، في يعني تفكيره، في هدوءه، في ثقته في نفسه. اول الياهل يعني الياهل يوم توديه مكان يخاف، الحين الياهل يوم يدش ما يخاف، يعني لانه خلاص خذ ثقه، خذ اشياء وايد يعني من اللعبه هاي. اللعبه هاي تطور يعني تنمي عقل الياهل مستوى كبير يعني. ونحن صراحة نشجع، لأن هاي البطولة الأولى، لأن الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره يحب اللعبة هذه، المفروض اليهال والأهالي كلهم يحبونها. أكيد أكيد. إنزين عبد الله، مثل ما تشوف اليوم المرأة الإماراتية دخلت في وايد مجالات. اليوم المرأة الإماراتية نشوفها طبيبة، نشوفها مهندسة، نشوفها إعلامية، واليوم نشوفها رياضية. صح.
شوفي المرأة يعني مش نقللها عن الرجال، بالعكس المرأة جنب الرجل والرجل جنب المرأة عشان يكملوا بعض. عندي أنا ما شاء الله بنتي مو بصغيرة، عمرها 17 سنة وتلعب وبعد بتكمل إن شاء الله، وحتى لو في كان مجال بعد حتى أمها بدخلها ما عندي مشكلة، بس أمها يعني شجعها وواقفة وياها والحمد لله رب العالمين. Hello there. Hi everyone. Ukraine, Ukraine. مرحبا بكم. سعيدة بلقائكم، مشاهدكم كل سعيد هنا والكل يساند ويشجع. نعم أنا أشجع ابنتي وهناك أيضا أطفال آخرين من بلدي، بعضهم فاز بالمركز الأول. إنها المرة الأولى لكم هنا في البطولة؟ ليست البطولة الأولى. كم عدد البطولات التي فازت بها ابنتك في السابق؟ كانت هنا مرتين بطولة العالم في السنتين الماضيتين في أبوظبي. كيف وجدت أبوظبي لعند الآن؟ كيف وجدت مدينة أبوظبي؟ هل تستمتع بوقتك هنا؟ نعم مدينة مثالية وبلد رائع. إنها عائلتك، زوجتك وابنتك. تهانينا. شكرا. قد أديت أداء جيد. كيف أقحمتموها في هذه الرياضة؟ أنا رياضي وابنتي بدأت في التدرب في الرياضة أيضا. بالتأكيد الرياضة داعم كبير للأبناء خاصة الأولاد، الأب والأم يؤثرون في أبناء. لا شيء جيد بالنسبة للصغار ولكل عائلة أن تعيش نمط الرياضة في حياتك. ما هي فوائد الرياضة بالنسبة للفتيات والنساء؟ إن تجعلهم أقوياء ليس من الناحية البدنية بل أيضا من الناحية النفسية، أيضا تكون أكثر قوة. أنت تشجع ذلك أيضا وشجعها كثيرا من أجل المستقبل. أتمنى لك حظا سعيدا هنا واستمتعوا هنا بمشاهدة العرض. شكرا جزيلا. مرحبا. ما اسمي؟ اسمي مرسيدس. من أي بلد أنت؟ نحن من هنا لكننا نحن من أمريكا ونعيش هذا. أنا دانيلو من صالة UFGCE. هل أنت تشاهد هنا مباريات أخرى ونزالات أخرى؟ أنا جئت إلى هنا مع بعض التلاميذ وتعصلنا على قلادة فضية. لا أيضا متحمس للمنافسات. أنا جئت إلى هنا منذ 4 سنوات وهذه السنة سأشارك مرة أخرى. أنت مستعد لذلك؟ نعم. كيف تسير التدريبات؟ التدريبات تسير بشكل جيد. عند الآن قمنا بمعسكر تدريبي جيدا في دبا وأنا سعيد ومتحمس لذلك. أتمنى لك تشاهد بطولة جيدة هنا. في ما هو أفضل نزال؟ أنا أيضا ألعب في فنون القتال المفتوحة وهنا أنا أركز أيضا على الجوجيتسو. إنه بطل للعالم. نعم ابنتي تحصلت على القلادة الفضية. بنتي بالعالم. حسنا كيف تشعرين؟ أشعر بشكل جيد خاصة أني في آخر مرة أنني تنافست أكثر وتحصلت على ذهبية في تصنيفي واليوم حصلت على فضية وأنا سعيدة جدا بذلك. أنا تلعبين في أي تصنيف وأي فئة؟ في وزن 36. أنت فزت في كلاهما؟ نعم ولكنني تحصلت على القلادة الفضية.